السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. أنا مش هبقى ببالغ كده لو قلت لكم إن السوشيال ميديا دلوقتي أثرت على حياتنا بشكل سلبي جدا. كنت قاعدة حكاية كده سريعة مع واحدة صاحبتي بنتكلم في موضوع مهم، فكل شوية هي بتبص في تليفونها، يعني وطرتني من كتر ما هي إيه منفصلة عني ومركزة مع التليفون. فقالت لي معلش أصلا أنا كنت كاتبة بوست كده على الفيسبوك واللايكات والتعليقات وصلت لحد فين. طبعا أنا في الأول استغربتها وسألت نفسي ليه يعني كده، اكتشفت بعد كده أن ده بقى طبيعي للأسف. أنا اللي بقيت غريبة، أنا ما عنديش فيسبوك أصلا، ما عنديش غير صفحة البرنامج الرئيسية وبس، لكن كتير من الناس بقوا كده مركزين في الموضوع ده بزيادة. وفي ناس ممكن تقول أو تعمل حاجة هي مش مقتنعة بيها أصلا، بس أهم حاجة تعجب الناس. للأسف ثقافة اللايكات دي اتنقلت كمان لحياتنا بمنتهى السهولة. للأسف في كتير مننا ممكن يضطر أو يضغط على نفسه عشان يعجب الناس، مثلا يشتري فيلا ما يقدرش يسدد ثمنها عشان يبقى في مستوى اجتماعي هو مش قده، يركب عربية بأقساط كبيرة ومش قادر يسدد ثمنها، مش قادر يصرف كويس على أولاده، لكن أهم حاجة قسط العربية عشان المظهر الاجتماعي وإعجاب الناس. الموضوع وصل لكل حاجة للأسف في حياتنا، تعليم، أكل، شرب، نادي، لبس، حتى المثل اللي احنا عارفينه طبعا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. دلوقتي بقى كده ليه ألبس اللي يعجب الناس؟ ألبس اللي يعجبني، ماليش دعوة بالناس. لازم يكون عندنا طموح، عندنا تطلع للأحسن، لكن لازم أبقى عايش حياتي علشان نفسي مش عشان أعجب الناس وأعمل حساباتي عشان الناس تحطني في شكل معين، وما ينفعش أن أنا أضغط على نفسي ولا أضر نفسي علشان خاطر الناس. للأسف في حاجات غلط محتاجين وقفة عشان نحرر نفسنا من فكرة إعجاب الآخرين. الوقفة دي بقى هنقفها النهاردة، وركزوا كويس في حلقتنا النهاردة مع دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. يا أهلا بك يا دعاء. أهلا بك دكتور أحمد. طبعا هو في زيارة فترة قصيرة لمصر، فقلنا لازم ينورنا ويكون معانا النهاردة وظبط لنا كده بالعافية وقت من وقته علشان يكون معانا ومع المشاهدين ونستفيد النهاردة كويس في حلقتنا النهاردة. بنكلمك يا دكتور. خليني أقول في البداية، هي العنوان الحلقة أو الموضوع بيسمى في علم النفس الابروفال ادكشن، إنسان مدمن إن الناس يكونوا معجبين بيا ومتقبليني، وبالتالي من غير ما ياخد باله بيكون بيستمد قيمته من الآخرين. أنا كإنسان أصلا مكرم وبستمد قيمتي من الإله، صح كده؟ وبالتالي المفروض أن أنا طول ما أنا ماشي في الحياة وأنا أثناء سعي وإحنا في اختبار في الدنيا بحاول دايما أعمل كل ما يرضي الإله عشان أكون في حالة رضا، في حالة استمتاع. اللي بيحصل إيه؟ إن إحنا نسينا، يعني في ناس لغاية النهاردة بلغ بيهم سن كبير جدا ما يعرفش هو جاي لي أصلا. معايا؟ أنا جاي عشان آكل وأشرب وأنام وأربي ولادي وأجيب لهم لبس وكذا وكذا، وعايش عشان كده بالظبط. فهو مش عارف هو جاي ليه، فهو فاقد القيمة من غير ما ياخد باله، لأن الإنسان برمجته النفسية كده. إذا ما كنتش بتعمل شيء قيمي ذو قيمة عالية، والقيم مش القيم الموروثة بتاعتنا اللي هو الأخلاق، هما في عندنا لخبطة بين القيم والأخلاق. القيم معناها الشيء ده يكون فيه قيمة نافعة، أخلي الإنسان يتشافى، أخلي الإنسان يبقى سعيد، أخلي حد يبقى حياته فيها يسر. معايا؟ لما انا ما بيكونش شغلي كله ماشي بالقيم، نفسي ما بتشحنش، ما بتاكلش، فبتبدا تدور على اي حاجه تاكل منها وتاخد منها قيمتها، فبيبدا ياخد من نظره الناس. واول ما يبدا الانسان يستمد قيمته من نظره الناس بيصبح اسير ليهم، وبالتالي بتبدا حياته تلخبط، ويبدا كل حياته كلها بيرسمها الناس هيقولوا ايه، هيشوفوني ازاي، هيعملوا ايه. لما دخلت بقى وسائل التواصل أصبح الاتصال أسرع، وبالتالي يزود الموضوع ده عند الناس. يعني مش وسائل التواصل هي المشكلة، هو الإنسان طبيعته هي المشكلة. يعني الإنسان اللي بيتعامل مع الموضوع عادي مش فارق معاه، هو بيحط وجهة نظره، الناس رفضت ما رفضتش لن تؤثر في قيمتي، برضو وسائل التواصل ما أثرتش فيه. لكن اللي كان عنده الموضوع ده أكتر، وسائل التواصل أصبحت أكثر تأثيرا، حتى تلاقيه لو مثلا عامل زي المثال اللي قلتيه من شوية، عامل مقالة ولا عامل أي تعليق، كل هدفه يشوف تعليقات الناس، وممكن اول ما يشوفهم ينسى كل حاجه وينسى الدنيا وينسى كل الناس اللي حواليه عشان مستمتع وبيشحن من الكلام الناس ليه. ده بيخليه تدريجيا بياخد من طاقات الناس. المفاجاه بقى ان طاقات الناس فيها الايجابي فيها السلبي، وبالتالي تلاقيه بعد شويه تلاقيه بقى قاعد مع نفسه يتخنق فجاه،
يبقى فرحان فجأة ما يعرفش ايه اللي بيحصل، لان هو طاقات مأخوذة من غير ما ياخد باله، فيكون متأثر بيهم وتبقى مشاعره متأثرة بكل اللي حواليه. تمام. يعني يا دكتور عايزة برضو حضرتك كده تدينا بقى فكرة ازاي الحكاية دي تتنقل من على صفحة على النت مثلا لحياتي الشخصية ازاي؟ هي بتتنقل، خليني برضو هرجع واقول ان التربية بتاعتنا ماشية كده، احنا بنسميها بالبركة، بس اللي بيحصل ملوش علاقة بالبركة اصلا. يعني كده يعني، فزي ما ارى كما ارى بهوايا يعني. وبالتالي بتلاقي دايما الاباء والامهات من بدري كل تركيزهم الناس يشوفوا ابني شيك، الناس البسه احسن لبس عشان يشوفوه شيك، مش عشان يكون مرتاح حتى لو لبس مضايقه. يعني انا مثلا ساعات يمكن كانت من جلسات غريبه شويه، كانت بنوته كده بتقول لي انا قصيره وما بعرفش امشي في الشارع الا لما البس كعب عالي، والكعب بيتعبني جدا جدا جدا، بس انا لازم البسه عشان يبقى شكلي حلو قدام الناس. ف يعني ركبها بتوجعها وحاسه بالم ولابسه عشان ترضي الناس وهي تعبانه. واول ده حتى بتقولي كده، بتقولي اول ما يبقى محدش شايفني اقوم قلع الحذاء وماشي حافي عشان ارتاح، وبعدين اقوم لابسه تاني عشان اول ما يبقى الناس موجودين، اول ما اركب العربيه اقوم قلعها. ياه، ولا ايه العذاب اللي انت عاملاه ده؟ هقول حته مفاجاه هنا، يعني احنا بنتكلم في الجذب والافكار والحاله اللي انت عايشها بتشد المواقف في حياتك من الدرجه دي. لو انا لبست حاجه مضايقاني عشان الناس، انا الان مشاعري ضيق ولا راحه؟ ضيق وضغطه، صح كده؟ طبعا. انا الان بعمل تمرين عملي لجذب كل الاشياء اللي بتضايق في الحياه، لان الجذب بيجي تبعا لمشاعرك. وبالتالي كل ما كنت اسير للناس، يعني الناس اللي بتسمعني كده ركزوا فيها، وحاجه بيني وبينكم كده، اللي بيتعامل كده ان هو اسير لاراء الناس، اتحداك لو بتعرف تاخد قراراتك لوحدك، لازم تشوف الظروف تسمح ولا لا. بتبقى أسير للظروف، بيبقى أسير الدنيا كلها، لأنك بقيت أسير رأي الناس. وبقى بدل ما كانت الدنيا مسخرة ليا زي ما ربنا قال لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى هو مسخر للدنيا. يعني أذكر مرة أحد الأصدقاء المعروفين يعني بعت لي مسج بيقول لي بص لما ظروفك تسمح عايزين نتقابل. رحت رد عليه قلت له أنا اللي بخليها تسمح، مش هي اللي هتسمح لي. شوف اللي يناسبك ونحدد الميعاد من دلوقتي. الطبيعي كده، الطبيعي الانسان اصلا هو اللي بيحط في اي وقت وفي اي مكان. ويمكن ده اللي ربنا مسميه في الارض التمكين في الارض. التمكين في الارض معناها ايه؟ انا حر بالاله، بعمل اللي ربنا بيقول عليه حلال والحرام ما بعملوش، حلو كده؟ والحلال والحرام في كل الديانات واحد. اول ما اكون كده مش فارق معايا نظره ناس ليا، الارض والكون كله بيكون مسخر ليا، هقدر اعمل اي حاجه في اي وقت في اي مكان في اي زمان. وده معنى التمكين في الارض. عاوز تسافر اي حته هتلاقي كل السبل الميسره لانك تطلع فيزا كفلوس كرحلات، كل ده بمنتهى الروقان، لانك انت بتستمد قيمتك من الاله. يوم لما انا اكون شاحن من الاله بتبقى قيمتي اعلى من كل اللي حواليا، المخلوقات المسخره لي يعني. لكن لما اكون بستمد قيمتي من الناس هكون اقل في عينيهم بصوره لا تتخيليها. وحته مهمه كمان، الناس اللي بيستمدوا قيمتهم من الاخرين بيبقى في نظر الاخر اقل منه بكتير، فما يعملش حسابه، بيبقى اخر حد يفكر فيه. يعني المشاهدين لو يركزوا معايا كده، لو في زوجه بتستمد قيمتها من جوزها هتلاقي انت عنده ولا حاجه. الام اللي بتستمد قيمتها من عيالها، انا بعمل لهم ولازم يشوفوني ام كويسه والكلام ده كله، هتلاقيها في نظر في الاخر لما يكبروا هيطنشوها وهيسيبوها. الناس بقت كده، بقت اسيره، واللي بيعمل كده بيبقى طول حياته اسير، يوم اوتوماتيك يفقد الثقه بالنفس لانه خايف. هو بيفتكر العكس، بيفتكر ان هو لما يعمل كده ان دي حاجه تعليه. للاسف انا حتى بحب اسميها انت بتروح تشتري قيمتك من الناس، ضاغط على نفسي عشان اعمل دي عشان يقولوا لي الله ده انت كريم، الله ده انت كذا. اقول لك مفاجاه بقى، اللي بيشتري قيمته من شخص معين سواء اب او ام او زوجه او زوج او صديق او ايا كان، هتلاقي الاخر ده دايما يتهمك بعكس اللي انت فيه. يعني مثلا حد عاوز دايما يتشاف ان هو قد المسؤوليه، وان هو لازم اثبت لو زوجه مثلا، لازم اثبت لزوجي ان انا بعرف اشيل المسؤوليه وان انا قد الحمل ده كله. هتلاقيه بيتهمها انت اصلا ام فاشله، انت ما بتنفعش تعملي حاجه، رغم ان هو من جوه عارف انها العكس. والعكس صحيح،
تبقى مثلا الزوج لا وانا لازم اضغط على نفسي واجيب لاولادي كذا واعيشهم زي ما الناس، ويبص الناس يشوفوهم كذا، هو مركز مع الناس، ضاغط ناس وضاغط نفسه. هتلاقي الزوجه انت لا بتعمل لنا ولا بتسوي لنا، شفت فلان وشفت كذا، ودايما تتهمه بعكس اللي هو بيعمله، فيفضل يبقى حياته كلها تحطيم، ضغطه وتحطيم، ضغطه والم، هو مش واخد باله. طب يا دكتور، احنا حطينا على صفحتنا على الفيسبوك برضو سؤال، ايه رأيكم في مقولة كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، ولأي مدى انت حريص انك تعمل اللي بيعجب الناس؟ شوية من الاجابات بقى. نجلة بتقول طبعا لا مش صح، عشان الناس مش بيعجبهم حاجة، لازم تكون راضي عن نفسك وترضي ربنا ويبقى عندك ثقة بالنفس. لاميا، انا باكل اللي يعجبني وبلبس برضو اللي يعجبني في حدود الشرع، ما يهمنيش اللي يعجب الناس، وما بحبش المثل ده. سارة، الأكل مش معروف لحد أنا أكلت إيه، إنما اللبس اللي يعجب الناس، أظن المقصود منه تكبير الدماغ من الناس وكلامهم، وأنا مش حريصة إن أنا أعمل بيه. دي بقى ده سؤال. تسنيم بتقول لك أنا ما عندي، ما بعرفش أطبق كل حاجة سمعتها في البرامج في المحاضرات، ما بعرفش اطبقها. للدكتور طيب، احمد يعني تقول لك انها نجاوب بتسمع عليها لك اكتر. حاجات، اديها النصيحه تطبقها ازاي. حسناء، كنت زمان بلبس اللي يعجب الناس لحد ما لقيت ان الناس مش فارقه معايا في حاجه وما لهمش اهميه في حياتي، فخلاص دلوقتي كبرت دماغي. مريم، عايزه عمره، حاضر. طيب فاطمه، انا باكل اللي يعجبني والبس اللي يعجبني برضو، الناس دي مش في حساباتي اصلا. سحر، اللي يهتم بكلام الناس ورايهم مش هيتقدم. نانا، الاكل ما احل الله، واللبس برضو اللي ربنا يرضى عنه. روح، الناس مش بيعجبها حاجه خالص خالص، اكل اللي يعجبني والبس اللي يليق عليا. يعني ايوه، ده تقريبا جزء من الاجابات، وكلهم ماشيين في نفس الاتجاه، حلو. وممكن بحس ان ده ممكن بيكون راي الشباب اكتر. يعني الشباب عندهم حتة الايه، التمرد على الآخرين دي، يعني انا حر، انا ايوه، اعمل اللي انا عايزه. نخرج من السجن اللي كنا عايشين فيه او اللي ايوه، كان اهلنا غير عايشين السن فيه للاسف. الاكبر شوي ايوه هو اللي ممكن يكون مركز في قصة الناس اكتر، صح؟ طيب، خليني طبعا صح للاسف، طريقة التربية مختلفة مثلا، لان ولا التعليم، والله ولا انا مش عارف ايه السبب، ما دورتش وراه، يعني اكيد في حد بحث فيه، لكن الجيل القديم عنده الناس دول اله، اهم حاجة عنده الناس، كل خناقاتهم ومشاكلهم وضغطتهم النفسية عشان الناس. فانا مش عارف، يعني انا اذكر مره، يمكن حكيتها مره قبل كده، لما كنت في خطبت زوجتي وبنجهز عشان الجواز، يعني كان عندي مشكله وحصل دروب في البيزنس بتاعنا، ففجاه بقيت مديون، فالمواعيد كلها لخبطت، فكان عندنا ضغطه. طب احنا، انا ما عدتش نأجل. مستعد، هنقعد ناجل لغايه امتى؟ طيب احنا مش هنعمل فرح، يا رب على الهجوم اللي حصل بقى من كل اللي حوالينا. يا جماعه، هو انا معلش يعني انا هضغط نفسي وهبقى عامل على نفسي ستريس، وانا ممكن عندي استلف، ديون اصلا، اي وانا عندي ديون اصلا، وممكن استلف عشان الناس تكون مبسوطه وانا قاعد متعكنن في الفرح. ما ان شاء الله معانا حد اتبسط، انا اسف يعني. انا المهم انا وزوجتي نكون سعداء، وخدنا القرار، يمكن انا اكبر اولاد ابويا وامي وهي اكبر اولادهم، فكان الموضوع صعب شويه. اول فرحه والجو ايوه، ده، واول فرحه بقى والبكر والكلام اللي انت عارفاه ده، كرسي في الكلوب. وما عملتش فرح. واخدنا القرار وما عملتش فرح، الحمد لله. رحنا عملنا كتب الكتاب في المسجد، ومن المسجد على البيت، منتهى الروقان. تقريبا 6 من اصحابي راحوا مقلديني بعد ما كانوا هم اللي بيهاجموني. انت ضاغط نفسك ليه؟ معظم الناس الرزق موجود وممكن تعمل اللي انت عايزه، بس انت ضاغط نفسك عشان الناس. صح. انا لا، لازم البيت يكون فيه النيش، يا جماعه مش عايزه دلوقتي. انا لما اتجوزت من غير تلفزيون، ايه المشكله يعني؟ برافو. هيدخلوا، مفيش، مش عايز تلفزيون، انا اصلا مش فاضي. انا النهارده ما بشوفوش، فانا هجيبه ليه؟ برافو عليك. فانا يوميها لما بقيت كده، الانسان شوف اللي بيسمعني الان، الله انا عايز اعمل كده. طب ما تعمل، مالك ومال الناس؟ عشان كده يمكن هعدل على المقوله دي تعديل شويه كمان، مش كل اللي يعجبك والبس كمان اللي يعجبك، لا، ما ينفعش تاكل اللي يعجبك اصلا، لان معظم مشاكل السمنه والامراض بسبب اكل اللي بيعجبك. ما تاكلش اللي كل يعجبك. الطيب الصحي المفيد، عشان ده اللي هيخليك مستمتع. على فكرة، خليني أقولها كده نكشة شوية للي بيسمعنا أو اللي بيشوفنا، كل أكلة غير صحية أكلتها
بتعمل تأثير سلبي على نوعية تفكيرك، وبالتالي لو الأكل سلبي الأفكار السلبية هتهجم عليك أكتر. لو أنت في ظرف محتاج فكرة إيجابية تخرجك مش هتعرف تيجي، لأن الأصل عندك الأكل السلبي، أنت بتدخل داتا سلبية. وكلمة الأكل يمكن أشمل من الطعام، في فرق من الأكل والطعام. الأكل هو كل ما يدخل في نطاق طاقتك، وبالتالي الشرب يسمى أكل، الطعام يسمى أكل، المعلومات تسمى أكل، اللي بتنظر إليه يسمى أكل، اللي بتشوفه يسمى أكل، لأن كل دي حاجات داخلة في أكلك، في طاقتك. حتى الفلوس اللي جاية اسمها أكل، ولا تأكلوا أموالكم، اسمه أكل، حاجة دخلت جواك اسمها أكل، وبالتالي تؤثر فيك. فاللي بيحصل ايه؟ بحسب نوعيه اللي بتاكله كل يوم، انت النهارده عمال تنتقد ومركز على ده ومركز على السلبي، على السلبي في البلد، في الناس، كل ده اكل سلبي. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ وهديهم مفاجاه بسيطه كده. اللي بيشوفنا الان يفكر ازاي اكسب مليون دولار مثلا. واسال نفسك، حط 20 طريقه بالحلال و20 طريقه بالحرام. اللي انت فيه سهل تعملها، تعرف طاقتك عامله ازاي، الافكار اللي بتجي لك بسهوله، الاثنين متوازين اهو. وبالتالي شوف الافكار اللي عندك، قناعاتك بقى، طبيعه اكلك، طبيعه تعاملك مع الحياه. في الغالب هتلاقي نفسك جبت 50 فكره بالحرام ومش عارف تلاقي ولا فكره بالحلال، مع ان الدنيا كلها مليانه، الاثنين موجودين. سبحان الله. وبالتالي حتى طبيعه الاكل، اللي بيستنى مع اللي بيستنى ياخد قيمته من الناس كده برضو، الناس بيدوك اسوأ الطاقات وانت مش واخد بالك. يعني تخيلي كده، انا عندي زرع طبيعي صحي معمول بميه نظيفه ومزروع في الطبيعه نظيفه من غير اي تدخل بشري، مثلا بيسموه الاورجانيك دلوقتي، قام واحد سايبه وراح ياخد حاجات مصنعه وحاجات مخلقه، طاقتك عامله ازاي؟ فانت الصح، انت حاجه من اتنين، يا نفسك بتستمد قيمتها من اتباع الاوامر الالهيه بروقان، فانت بتشحن من المصدر الاصلي للكون فبتاخد اعلى انواع الطاقات، او ان انت بتستمد قيمتك من البشر اللي هم اصلا بياكلوا اكل ملوث ويشوفوا ويشموا هواء ملوث. ويمكن كل ما اسافر بره وارجع مصر الاقي الدنيا عماله تحلو قوي بسبب طاقات الناس. معانا تليفونات. منى، اهلا يا منى. مساء الخير. مساء النور حبيبتي، اتفضلي. انا اول مره اشارك معاكم، انا بحب دكتور جدا ومتابعاه على طول، ودايما لما بتفرج على حضرتك بحس ان انت بتديني طاقه ايجابيه جدا. الله يخليك يا رب. فانا بقى طبيعتي انا باكل اللي يعجبني. انا عارفه طبعا حضرتك هتعترض، انا اصلا مليانه يعني. شفتي بقى؟ ايوه. ما عشان كده وانا على التليفون قاعده سامع حضرتك قاعده بضحك على نفسي يعني. بس هو انا ايه؟ انا مليان بس بحب اكل اللي بيعجبني، ساعات باكل اكل صحي، بلبس برضه اللي يعجبني، ما بهتمش باراء الناس قوي. يعني يقولوا لي لا ما ينفعش تلبسي ابيض عشان هيتخنك، لا انا بحب البس الابيض وهلبسه، وفي الاخر في الاخر هم بيشوفوني زي ما انا عايزه اشوف نفسي. الله عليك، حلو جدا. يعني بجد بحس ان انا متصالحه مع نفسي لدرجه ان انا ساعات بقف قدام مرايتي، ايه ده انا مش تخينه اصلا. كنت لسه هقول لك بصي بقى، اقول لك حاجه حلوه قوي، مش انا مش شايفك، اللي حواليك شايفك جميله وحلوه وبيحبوكي، صح كده؟ صح كده. شفتي بقى؟ لان الانسان كل ما كان حر كل ما حلو اكتر. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يوفقك يا دكتور. ربنا يوفقك يا رب، ده كلام رائع. وحقيقي بشده، انت اللي شحنتيني. يعني هي كده صح؟ هي كده صح في حاجات وحاجات لا. زي بقى دي ما هي بتاكل. هو في حته مهمه قوي عشان برضو الناس ما تفهمهاش غلط، مش معنى ان انا بقول ما تاكلش اللي بتحبه ان انا الصح مش احبه، لا. هو العقل بيحب اللي انت متعود عليه. احنا بقينا بنجري وبناكل اللي فيه سكر زياده قوي، او اللي فيه ملح عالي قوي، او فيه حاجات زياده قوي، مفيش توازن. فمره في مره في مره بقى ده اللي بحبه. لكن انا لو بقيت اهتم بالصحي المفيد، لان الاكل اللي باكله ده هو عباره عن وعي معلوماتي، الاكل بينزل الجسم يحلله ويبدا يستفيد منه سواء ايجابي ولا سلبي، مره في مره هيبقى ده اللي بحبه. حلو كده. وبالتالي انا لو بقيت اقول، يعني يمكن هفاجئ الساده المشاهدين دلوقتي بايه قرانيه غريبه قوي، ايه رايك لو قلت لواحد ده فعل ممكن ربنا يغضب عليك فيه، يبقى الفعل ده ايه؟ سلبي ولا ايجابي؟ وحش. وحش جدا. طب خدوا المفاجاه بقى، لان ما حدش بيتدبر للاسف. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ده امر من الاله، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فحتى الطغيان في الاكل يبقى ممكن يبقى طغيان في التوابل والسكريات والحلويات، ده معنى طغيان حاجه زياده، ممكن طغيان في الكميه، كل ما تشمله معنى كلمه طغيان. وبالتالي
هتلاقي نفسك لما تعمل كده الغضب بيحل عليك، تلاقي جسمك لخبط وشكلك لخبط وحياتك لخبطت وعمال تقع. شوف فقد هوى عمال يقع، وبالتالي صحته بتنزل، هتلاقي سعادته بتنزل، حتى لو بياخد فلوس كتير سعادته عماله تنزل وهو مش واخد باله. ليه؟ لان انا بقى يعني ما هو انا عندي نوع في يعني في انواع من الالهه، يا الله الاله يا هواي الاله. فانا لا بعبد ربنا لا بعبد الهوى. لو بعبد الهوى بقى هاكل اللي بيحب اللي بحبه، مش مهم صح ولا غلط، هعمل اللي الناس تشوفه كويسه، فهبقى اسير طول حياتي وانا مش واخد بالي، حتى هيتحول الى اسير ماكولات معينه، اسير سجاير مثلا، اسير مشروبات كلها مضره، لانه اتعود يكون اسير. هنكمل يا دكتور مع مشاهدينا بعد الفاصل. معاكم مره ثانيه مشاهدينا مباشره، ومعانا تليفون. هناء اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الاول عايزه اشكرك على الموضوعات اللي انت بتختاريها لينا، بصراحه مش حرمانه من حاجه على كل الاصعده والمستويات. شكرا يا حبيبه قلبي. واجتماعيه حتى في مشاكلنا، يعني برضو الحلول اللي احنا بنشوفها لما بتطرحوا مشاكل. طب الحمد لله، شكرا يا حبيبتي. بشكرك بجد على البرنامج في كل حاجه، حتى كمان حلقه النهارده الطاقات الايجابيه دي بصراحه بجد حلقه حلوه، بشكركم عليها. كنت بقى عايزه اسال الدكتور على حاجه. معاكي طبعا. تفضلي يا سيدتنا، تفضلي. احيانا يا دكتور بنبقى احنا عندنا طاقات ايجابيه وفي تفاؤل وكل حاجه، بس بيصادفنا مثلا في مكان عمل، في مكان مثلا في بيتنا، في حياتنا، في اصدقائنا، حد يكون قاعد بيحمل طاقات وشحنات سلبيه غير عاديه تكاد تكون انها بتغطي على كل اللي موجودين. ازاي بقى الواحد يقدر يحمي نفسه من حاجه زي دي؟ طب هسالك سؤال قبل ما تقفلي وهجاوب عليكي، مين اكتر حد بيقابل طاقات سلبيه، انا ولا انت؟ لا حضرتك طبعا، ده شغلتنا كده اصلا. طيب حاضر، هقول لك حاضر. طيب بصوا، الموضوع كله مرتبط بوعي عامل ازاي، بمعنى هو الطاقه الايجابيه تاثيرها اعلى ولا الطاقه السلبيه؟ انا النهارده لما يبقى المكان ده كله ضلمه، لو ولعت شمعه اللي هي الايجابيه النور، ايه اللي هيحصل؟ هتنور المكان. الطبيعي ان الايجابي اعلى بكتير جدا من السلبي. المشكله بقى ان اللي عنده قناعه عكسيه بيحصل له لوحده كده. بمعنى انا هي قالت وصف كده مهم قوي لازم تنتبهي ليه هناء، قالت هناء صح اسمها هناء. المهم ان الشخص السلبي ده طاقته بتغطي على المكان كله، يبقى معناها ان اللي حواليه اصبحوا اضعف بتفكيرهم مش اقوى. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا قلت هو اقصى حاجه بيعملها هي، يعني يمكن ودي حته مهمه قوي عند الناس اللي بيدرسوا دلوقتي بقى عايزين يعرفوا معلومات بصوره جديده او لسه ما تعمقش فيها قوي، ان الطاقه ما فيش حاجه اسمها طاقه ايجابيه 100%. انت ممكن تكون سعيد ومستمتع لكن لا زال جوه حاجات معينه دور عليها. تعرفها ازاي؟ من اللي موجود في حياتك. يعني انا ممكن اسالها هتقول لي ان اللي في الشخص ده هي رافضاه بقوه، وبالتالي كل ما كنت رافض حاجه بقوه اذا انا في الحته دي سايبه يشحنني طاقه سلبيه من اتجاه رفضي وانا مش واخد بالي. خلاص، يبقى لو انا حييت وبقيت عادي، انا عارف ان في الكون في طاقات سلبيه وطاقات ايجابيه. حتى في القران ربنا بيقول لنا مثلا ان من اولادكم ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم. ايه المشكله؟ ممكن يكون مش ياما زوجه عملت مشاكل مع جوزها وسرقته، او زوج نصب على مراته، ايه المشكله؟ ممكن يحصل في الكون، حذر. لما يجي لحد يقول لي ازاي هو ممكن اخ يعمل في اخواته كده، اقول له نعم يا حبيبي، طب ما عندك اخ قتل اخوه في القران، في ايه؟ خليك محايد. طول ما انت رافض هتشدها لحياتك اسرع. انا محايد، عشان كده الواعي عارف ان الكون فيه سلبيات وايجابيات، بعرف اتعامل معاها. وبالتالي انا لو نويت، ودي نيه مهمه قوي، انا رايح المكان انا الشخص ده انا اقوى ألف مره، مهما يتكلم انا اللي هشحنه، انا اللي هغيره، وخدتها تحدي باستمتاع. بيعمل ايه؟ طب انا هعملها كذا، ما نفعتش النهارده، هفكر واجرب المره الجايه، لازم انا اللي هغلي في الاخر. لكن يا ربي فلان ده طاقته سلبيه، لو دخلت هي عكنن الدنيا، انا كده سلمت نفسي ليه وانا مش واخد بالي. الموضوع كله في العقل وفي الوعي من الاول. عايز اعمل كذا تمرين عملي بقى عشان ايوه يا ريت بقى اللي بيسمعنا كده العملي ده مهم، الموضوع يقدر يطبق مجرد كلام. هعمل كذا حاجه. اول حاجه هبدا اشوف ايه الحاجات اللي بتخوفني ان الناس يعملوها. هتكتشف حاجات كتير قوي. اكتب مثلا
انا في حاجه عايز اعملها ولكن لقيت نفسي مش قادر عشان الناس. ومسأل نفسك سؤال، هو ايه اقصى حاجه ممكن يعملوها؟ اقصى حاجه ايه يعني؟ انا النهارده عايز البس زي ما منى قالت من شويه، انا كان اسمها منى، منى قالت من شويه انا بيقولوا لي ما تلبسيش ابيض عشان شكلك هيبقى اتخن. طيب هو ايه؟ وانا ماشي يا تخينه يا تخينه يا دبدوبه، حلو كده، نفترض ده اقصى حاجه. هتقوم مغمضه عينيها ومتخيله انها لابسه ابيض والناس كلها في الشارع يا دبدوبه يا تخينه، 500 واحد ماشي وهي مبتسمه ولا فارق معاها. انا طالما بعملها وهي حلال وربنا راضي عني مش فارق معايا احد، انا حره بيك يا رب. وانا بعملها كده احس بالحريه بتعلى والمتعه عماله تعلى، مش فارق معايا. انا هثبت لربنا عملي ان مش مهم عندي كلام الناس، المهم ان دي صح ولا غلط او حلال ولا حرام يعني. حلو كده؟ لان الصح ولا غلط ده من الناس للاسف. تمام؟ رقم اتنين، يبقى انا اول حاجه هشوف ايه اللي خايف منه وهتخيل اقصى حاجه وانا هنزل اعملها في خيالي كذا مره عملي الاول، مره واثنين وثلاثه. في الاول هتلاقي رفض، سيبه حسه، هتلاقي اي مشاعر سلبيه حسها مفيش مشكله، لغايه ما تلاقي نفسك حاسس بالحريه والاستمتاع في عقلك في الخيال، انزل طبقها عملي. هتفاجئ ان الموضوع ما عادش بيعمل اي تاثير نهائي، هتحس بمتعه غير طبيعيه، هيصبح الشيء ده اللي كنت خايف منه اصبح ممتع. ده رقم واحد. رقم اتنين، خلي اللي يمشيك الحلال والحرام مش الصح والغلط، لان معايير الحلال والحرام من اللي حاططها الاله، معايير الصح والغلط من اللي حاططها الناس. صح. هديكي مثال غريب شويه وان كان ده اكستريم يعني، حاجه في اقصى الشمال يعني، بس مش مهم. انا مره كنت يعني زمان كنت عايش بره في السعوديه قبل ما نرجع مصر يعني ايام الجامعه، فكنت نازل فرح واحد من اصحابي، فاحنا عايشين هناك اصلا فكل اللي لبسنا هناك، فجبت الحاجات اللي هاخدها وجبت البدله وكل حاجه ونزلنا شنطه قميص وكله. وبعدين واحنا نازلين الفرح لقيت نفسي ما جبتش جزمه حذاء وما عنديش اصلا، احنا كل لبسنا هناك وما فيش غير كوتشي ابيض معايا، ولقيت حذاء اسود بس من زمان وضيق لبسته، انا وقفت بس خمس دقايق كده لقيته وجعني وجع غير طبيعي. كل اللي كان معايا طب البسه شكلك، انا يا جماعه هتخنق، انا رايح الفرح هفضل قاعد كده؟ قمت لابس الكوتشي الابيض. يا ربي على اللي حصل. طبعا انا نازل ببدله وكوتشي ابيض واللي مش عاجبه هو حر كوميدي. اول ما قلت له بص انا لسه راجع امبارح من السفر وما كنت اعمل ايه؟ عايز ما اجيش الفرح؟ حتى واحد صاحبي قال لي، قلت له ها ما اجيش ولا اجي؟ ولا عايز ابقى قاعد متكتف وتعبان؟ وفضلت قاعد بالكوتشي الابيض لغايه طول الفرح وعادي جدا، ولا وكنت نكتر اصحابي قعدوا يتريقوا عليا طبعا، ولا فارق معايا، انا كنت مستمتع مش فارق معايا. ممكن اول مره حد يسمع القصه دي، كنت ساعتها في الثانوي. دلوقتي بقى العرايس البنات الصغيرين بقت العروسه تلبس التالون كعب وكده تتصور الصوره وبعدين تدخل القاعه بيه، خلاص قعدت بقى تروح قلع. انا يعني كذا فرح من بنات صاحباتي استغرب، هم دماغ طبعا تروح قلع الجزمه الكعب دي وتكون جايبه كوتشي ابيض خفيف لابساه ترقص بقى وتتنطط وتتحرك طول الفرح بيه ولا كان في حاجه خالص، وصاحبتها كله يقلع جزمه ويلبس الكوتشي ويكملوا الفرح كده ومن فوق حاجه ومن تحت حاجه تانية. بقيت ابص لهم وجوايا بقول يا بختكم ان انتوا اتحررتوا من العقد اللي احنا عندنا. ايوه اهو، شوف انا عايز اصور صور تطلع حلو، ماشي اوكي هلبس لها الجزمه اللي بكعب واخد اللقطه واتصور وشكرا، ماليش دعوه باي حد وانطلق بحريه. يا بختهم بجد، انسان مستمتع جدا. انا النهارده مثلا داخل على جوازه انا وزوجتي، ما احنا نتم متفقين واحنا نتم المفروض يكون بينا توافق من بدري، وبالتالي في حاجات عامله لنا لود عشان الناس، مش حاجات الاساسيات اللي محتاجه اللي احنا محتاجينها. انا بروقان هبدا اعمل عملي كده، يا رب انا بعمل الشيء ده لارضائك مش للاخرين، هتلاقي نفسك تحررت بمنتهى البساطه ومنتهى الهدوء. فانا هبعد عن الصح والغلط ولكن هخلي معيار الحلال والحرام، لان الصح والغلط بقى كتير قوي وداخل فيه حاجات ملهاش اي علاقه ببعضها معايا. انا مثلا بحب يعني لون معين في الملابس، فلا ما ينفعش بحب مثلا تيشيرت معين ولا قميص معين، فلا ما ينفعش دي مع دي، لا تلبس دي يبقى لازم دي الصح كذا، يعني انا بحبها. فاكون مرتاح، لما ابقى مرتاح الاول ساعتها ممكن ابقى بفكر في الاحسن من نيه ان انا احسنه، مش عشان الناس، لا ده انا ربي امرني بالاحسان فانا هبدا اخلي الموضوع شيك احسان. يبقى انا لما ادي تدريب عملي بقول لك اعمل رقم ثلاثه بقى، التدريب العملي شوف حاجه
انت دلوقتي كنت خايف بقالك فتره من اراء الناس وخايف تعملها، وقوم اعملها واعمل حاجه غريبه، حاجه مختلفه تخلي الناس تتكلم عليك. قول انا مش فارق معايا، بس اعملها عملي الاول، سيب اللي يتكلم يكلم، غمر عقلك يتبرمج ان انا مش مهم عندي راي الناس. حلو كده؟ ساعتها تتحرر، ابدا بقى البس الحاجات الحلوه واعمل كذا. حاجه بس سريعه قوي ولازم الناس تنتبهوا ليها، ان بسبب الخوف ده في ناس ممكن يبقى قدامه اهداف كتير جدا عاوز يعملها، بس لانه خايف موقف نفسه بقاله كتير. لو كسرت الخوف ده وتحررت هتبقى بتبدا تستمتع بجنه الدنيا خطوه بخطوه. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. واشكر حضرتك ومشاهدينا. انا هسيبكم دلوقتي بعد الفاصل نشوف فرحتنا اليوميه بالعمره، وكل يوم عمره جديده 30 عمره للامهات المثاليات في برنامجنا النهارده. نشوف فرحه جديده النهارده وحلم جديد بيتحقق بتكريم ام مثاليه ورحله العمره. نشوف التقرير بعد الفاصل.